السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بلا منازع المي 11 لايت من احسن واشيك واجمل الموبايلات حاليا في الفئه المتوسطه، ويعتبر حاليا احسن موبايل عند شاومي في الفئه المتوسطه، بالاضافه كمان انه اكتر موبايل مستقر عند شاومي في الفئه المتوسطه. ولو لسه ما شفتش فيديو المراجعه بتاع الموبايل ده، اتكلمنا فيه عن كل حاجه بخصوص الموبايل من مميزات بقى وعيوب وكل حاجه بالتفصيل، كل حاجه انت محتاج تسال عنها او محتاجها عن الموبايل هتلاقيها في الفيديو، هسيبه لك في الاي اللي فوق هنا. المهم فيديو النهارده بقى جاي نجرب جوجل كاميرا على الموبايل ده، جاي نشوف ادائها هيبقى عامل ازاي ونقارنها مع الستوك كاميرا او تطبيق الكاميرا الاساسي بتاع الموبايل. وحقيقي لو انت ما تعرفش النقطه دي، جوجل كاميرا مع موبايلات شاومي اللي عليها معالجات من شركه سناب دراجون بيديك اداء مختلف تماما عن اللي موجود في الستوك كاميرا او تطبيق الكاميرا الاساسي. فيلا خلينا ما نطولش كتير ويلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا اي حاجه، يا ريت تنزل دلوقتي تعمل لايك للفيديو، ولو انت مش عامل سبسكرايب للقناه يا ريت تعمل سبسكرايب، ويلا بينا. طيب خلينا نبدا باول حاجه كده، ازاي تنزل التطبيق اصلا. هتخش على الموقع ده، هسيبه لك تحت في صندوق الوصف، وهتبحث عن مي 11 لايت. الموضوع سهل جدا، هيطلع لك قدامك كده، هتضغط هيحولك صفحه مباشر على ميديا فاير، هتضغط داونلود وهيبدا التحميل عادي جدا، وهتعمل له تثبيت عادي كانه اي تطبيق عادي. المي 11 لايت زي ما انت عارف كانه بيه بثلاث كاميرات خلفيه. الكاميرا الاساسيه هنا 64 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، عندك هنا 8 الترا وايد و5 للماكرو. وطبعا اللي يهمك واللي يهمنا كلنا هي الكاميرا الاساسيه في كل الكاميرات والحاجات دي. طيب بعد ما تثبت التطبيق زي ما قلت لك، الموضوع سهل جدا، مش محتاج منك اي حاجه. طريقه تثبيت تطبيق عاديه جدا، مش محتاجه يعني اي حوارات وتخش تعدل حاجه في الاعدادات ولا الكلام ده. المهم يلا بينا نبدا بالنتائج والمقارنه بتاعه جوجل كاميرا مع الكاميرا الاساسيه. مبدئيا كده بالنهار الاثنين هيدوك نفس الاداء، مفيش حاجه بتتفوق على الثانيه، مفيش تفاصيل زياده ولا اي حاجه. الاختلاف الواضح اللي هتشوفه في الكاميرات الخلفيه ان عندك هنا جوجل كاميرا بيحاول يخلي الالوان واقعيه اكتر، الالوان فعلا بتبقى خارجه شبيهه قوي للالوان الحقيقيه، لكن الستوك كاميرا او تطبيق الكاميرا الاساسي بتاع شاومي بيحاول يخلي الالوان ساتوريتد شويه، بيحاول يخلي الالوان فاقعه سنه كده زي ما بيقولوا عشان تبقى شكلها احسن شويه. ولو شغلت وضع الاي اي هيخليك الالوان ساتوريتد اكتر واكتر. طبعا دي حاجه ذوقيه، يعني على حسب بقى ما انت بتحب الصور، الصور بقى تكون فاقعه شويه، الصور الوانها حقيقيه، دي حاجه ترجع لك انت. لكن في برضو كمان نقطه، ان جوجل كاميرا الهاي دايناميك رينج فيه مظبوط شويه عن بتاع الستوك كاميرا. يعني مثلا لو بصينا على الصوره دي هتلاقي ان جوجل كاميرا كده مسيطر عليها شويه، مخليها زرقاء كده مفيش حاجه مفرقعه فيها، على عكس الستوك كاميرا هتحس كده ان السماء مفرقعه شويه، في لون ابيض كده طاغي عليها شويه. وطبعا السيناريو بيتكرر هنا برضو، عندك هنا جوجل كاميرا بيحاول يخلي الالوان واقعيه اكتر، بيسيطر على الهاي ديناميك رينج بشكل افضل شويه، لكن الفرق مش كبير. انت بتتكلم هنا ملخصا يعني فرق في الالوان بس. وبرده لما نتكلم على الصوره دي هتبص برده تلاقي هنا ان ده مخرج الوان مختلفه تماما، الالوان فعلا اللي كانت موجوده على الحقيقه، الالوان اللي خارجه من جوجل كاميرا. كمان لو بصيت للسماء الحته الزرقاء كده هتلاقي ان جوجل كاميرا مسيطر عليها بشكل كويس، على عكس هنا الستوك كاميرا محاوله ان هي تخلي الحاجات فاقعه شويه عشان تخلي الالوان ساتوريتد بقى والكلام ده. على العكس هنا جوجل كاميرا مخليها لون السماء لون ازرق، هي ايوه مش ازرق حاجه برضو يعني مش مظبطه الدنيا قوي، في برضه سن ابيض كده، لكن مسيطره عليها بشكل افضل من الستوك كاميرا. لكن مجملا يعني لما تعمل زوم كده هتلاقي التفاصيل واحده، مفيش اي اختلاف، يعني مفيش واحد بيخرج تفاصيل اعلى من التاني ولا الكلام ده. فانت سواء تستخدم ده او ده في الكاميرا الخلفيه هيخرجوا لك نفس الديتيلز، نفس التفاصيل، نفس كل حاجه. وانا هنا كنت قاصد اني اخلي اغلب الصور اللي انا كنت بصورها صور نباتات او صور اشجار، يعني عشان الالوان بتاعتهم لون الاخضر اللون الاصفر، الالوان دي فعلا هي اللي بتظهر بقى الكاميرا، سواء بتخلي الصور ساتوريتد او بتطلعها بالالوان الحقيقيه او باللوك الحقيقي يعني. فدي اكتر حاجه ممكن تبين لك الفروقات ما بين الالوان. ولو بتسالني عن رايي الشخصي، فانا حقيقي معجب باللوك بتاع الالوان الحقيقي او الطبيعي اللي بتخرجه الكاميرا، عشان نوعا ما بيديني الاريحيه ان انا اعمل اديت للصوره زي ما انا عايز. بتاخد الصوره كده نوعا ما الوانها طبيعيه، فتعدل بقى انت عايزه، عايز تخليها ساتوريتد، عايز تعمل فيها اللي انت عايزه، الموضوع ده يرجع لك عادي يعني، تعرف تعدل فيها اللي انت عايزه. والسيناريو زي ما قلت لك بتاع الهاي دايناميك رينج، لو بصيت هنا برضو هتلاقي ان الهاي دايناميك رينج هنا في جوجل كاميرا كان يعني نوعا ما حلو، يعني ايه، هي طبعا الاثنين الصوره بايظه في الاثنين، لكن نوعا ما جوجل كاميرا كانت بتحاول تظبط الهاي دايناميك رينج وبرده ضرب منها، لكن هنا برده افضل من الستوك كاميرا. يعني في الصوره دي الاثنين برده مظبطين الدنيا، اللون السما كويس في الاثنين،
يعني حاسس جوي الكاميرا ازرق شويه، لكن الاتنين مظبطين الموضوع يعني. وممكن برضو اميل لصوره الستوك كاميرا في الصوره دي، لانها مخليه برضو الالوان كلها وكل حاجه كده واضحه وباينه. اما بقى بالنسبه لتصوير الفيديو فمش شايف اي فرق في الاتنين، الاتنين تقريبا واحد، مفيش فيه اي فرق ما بينهم، مش حاسس فرق الوان، مش حاسس فرق كواليتي ولا اي حاجه ما بين الاتنين، الاتنين يعتبر واحد. ملخصا كده يعني الكاميرات الخلفيه من الاخر كده، جوجل كاميرا بتخرج صور طبيعية، الستوك كاميرا بتخرج صور فاقعة شوية. من الآخر الفروقات ما بينهم في الألوان بس، لكن بقى لما تبص على الكاميرا السيلفي فعلا هتلاحظ هنا الفرق وهتنبهر جدا. جوجل كاميرا هنا حرفيا بيحول الصور 180 درجة، الصور السيلفي بتخرج هنا من جوجل كاميرا فظيعة مختلفة تماما، التطبيق محول الكاميرا السيلفي هنا ب 180 درجة. بص الفرق ما بين الصورتين، الصورة هنا تحسها ممسوحة كده ما فيهاش تفاصيل، الألوان مش أفضل حاجة، على عكس هنا جوجل كاميرا الصورة فيها ديتيلز وتفاصيل عالية جدا، الصورة كمان المعالجة بتاعتها أفضل بشكل كبير جدا عن الستوك كاميرا، وحرفيا الكاميرا السيلفي هنا في جوجل كاميرا تفوقت في كل الاوضاع، سواء بورتريه سواء اي حاجه، كل حاجه هنا مظبوطه 100%. وزي ما قلت لك حرفيا بتحول الصور، الصور هنا متحوله، لو حطيت لك الصورتين جنب بعض وقلت لك ان الصور دي خارجه من موبايل واحد مش هتصدقني. وطبعا الموضوع واضح قدامك، مش محتاج ان انا اتكلم في حاجه زي كده، الموضوع واضح قدامك من الصور. بص كده على الصور في فرق كبير وشاسع جدا. اما بالنسبه لتصوير الفيديو فتصوير الفيديو برضو في فرق، لكن مش عارف ليه انا ميال للفيديو بتاع الكاميرا الاساسيه او الستوك كاميرا. فمن الاخر عايز اداء سيلفي محترم جدا، عايز تجربه تخلي اداء السيلفي بتاعك كده يتحول، عليك وعلى جوجل كاميرا. نفس السيناريو هنا بيتكرر في الكاميرا الاساسيه، عندك هنا الصور بوضع النايت مود بتخرج من الموبايلين قريبة جدا من بعض، على عكس طبعا جوجل كاميرا بيطول جدا في وضع النايت مود، يعني ممكن ياخد منك دقيقة ونص 3 دقايق وانت مثبت ايدك كده عشان يخرج لك صورة واحدة. طبعا في الستوك كاميرا الموضوع ما بياخدش 5 ثواني او 3 ثواني والصورة بتكون خلصت، لكن لو هنتكلم بدقة شوية الصور اللي بتخرج من جوجل كاميرا اقل نويز شويه، ما فيهاش نويز كتير زي اللي بتخرج من الستوك كاميرا، لكن في الاخر الاثنين يعتبر واحد، مش شايف تفوق فظيع او تفوق كبير ما بين الاثنين. واما بقى بالنسبه للسيلفي فالسيلفي برضو نفس السيناريو هنا بيتكرر، عندك هنا الصور بتخرج من جوجل كاميرا صور فيها تفاصيل المعالجه فيها والالوان وكل حاجه مختلفة تماما عن الستوك كاميرا، لكن هنا بقى يعيبها نقطة واحدة، ان النويز فيها عالي جدا جدا جدا. الصور كالوان بشرة كتفاصيل كشكل عام الصور جميلة جدا وجامدة جدا، لكن مليانة نويز، نويز في كل حتة. الصورة في الستوك كاميرا بتبقى خارجة ممسوحة شوية، ألوان البشرة باهتة، تحس إنك ميت كده، مفيش تفاصيل قوي والصورة ممسوحة، لكن أقل نويز. فمن الآخر كده نتيجة الموضوع ده، عايز كاميرا سيلفي أداءها يكون قوي جدا، عايز تحول السيلفي بتاعك 180 درجة، عليك وعلى جوجل كاميرا، وما تستخدمش جوجل كاميرا من الآخر كده غير عشان السيلفي. تتصور سيلفي بجوجل كاميرا، عايز تصور بقى صور فيديوهات اي حاجة تانية عادية ممكن تستخدم الستوك كاميرا وتريح دماغك عادي جدا يعني. وبس دي كده كل حاجة عن فيديو النهاردة، ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب، يلا اشوفك في فيديو جاي ان شاء الله، سلام.